صحاب الجتسات مرحبا بكم من هوليوود مع تونيزيانا. برشا ناس مغشين، برشا ناس كتبوا لنا على سيت انترنت تاع جتسات ماجازين وقالوا لنا مغشين على ظافر العابدين. اي مغشين برشا، على خاطر كيفاش ظافر اللي معناها ستار انترناسيونال وستار سورتو في تونس، وجهه في الكيران الكل، كيفاش ياخذ دور كيما الدور اللي خذاه في سكس اند ذا سيتي نيميرو 2. هاو شوفوا علاش مغشين الناس في اللقطات هذوما نتاع الميكين اوف. هو ظافر العابدين يمثل في الدور لابس عقال ولابس ثوب كيما جماعه نتاع الخليج. We have set your meeting with Sheikh Khaled Qader for the end of your trip. Bon, d'un côté, c'est normal, Rao. Zafr, lebes kima jma'at al-Khalij, ba'd li film est censé se passer fi Abu Dhabi. Ay, Abu Dhabi. Lakin ragm li Abu Dhabi dhahrak li hattat l'imkaniyat li intaj film. Kima tqoul Kim Katral li tmathal Samantha fi l'interview. Ma najmnach qatlek nsawru l-film fi Abu Dhabi ala khater ma ktarfu Sex and the City trop sexuel kima fi titre mta'o w li hada mchina sawarna fi l-Maghreb. توا الحق مش لفات اللي حايل واللي قلقنا في سكس اند سيتي 2، اللي قلقنا هو كالعاده لو كليشي نتاع البلدان العربيه في هوليوود. تفكروا ايامات لوست ولا وقت اللي وراو تونس تقوش عليها تشاد. كيف كيف في سكس اند سيتي ابو ظبي لازمها تحوس على جمل والبورتابلك اللي ما يخدمش في الصحراء والطفله اللي تيح من جمل كو دي كليشي. بون ماتنون لو بون كوتي هكا نتاع الفيلم قعدوا في دال لو جيميك نتاع القصه نتاع سكس اند سيتي، على خاطر سكس اند سيتي قبل كل شيء الموضه فيها الفيلم التبديلات تمشي وتجي. دايوغ تيلمون فما تبديلات ولينا ما نشوفوا كان لي كوستيوم والروبات، معناها ما عادش نتبعوا في القصه. اي سي سا كي دوماج. وفي بالكم يا جماعه ماذا بيهم يصوروا سكس اند سيتي نيميرو 3، معناها كي تعملوا حساب صغير تولي 14 سنه وحنا نتبعوا في كاري سامونتا ميراندا وشارلوت. بون لو بون كوتي انفا شفتوا كيفاش ما فماش كان شيء نيجاتيف. لو بون كوتي هي سامونتا 52 سنه الطفله 52 سنه وديما شابه، ما نحكي لكمش قديه هيجه في الفيلم. خليني ساكت وكا هو. But I do have tomorrow free all day and night. We made a deal ages ago. Man, babies, doesn't matter. We're soulmates. قبل ما نخليكم بربي ما تخشوش على الممثل نتاعنا التوانسه اللي لقاو نجاح هكا في الخارج كيما هند صبري اللي تمثل باللغه المصريه، ولا كيما ظافر كيما شفتوا ظافر العابدين في فيلم سكس اند ذا سيتي 2، دونك يمثل واحد من الخليج. ممكن تعرفوا اللي اولا يلزمهم ساعه يربحوا شويه فلوس، وثانيا ما تنساوش راهو هذوما سوسون دي فيلم هوليووديان. فيلم كيما تاع ظافر سكس اند ذا سيتي 2 راهو البرودكتور نتاعو لا وارنر، معناها فوز ايماجيني ظافر بالفيلم هذايا اسمه يولي سيغ معناها لا ليست نتاع الممثلين هنا في هوليوود، يطلع بشويه بشويه. واحنا معناها نتمناو له كل النجاح وان شاء الله نهار نشوفوه في دور اخر في هوليوود. ان توكا بون كونتينياسيون ظافر العابدين وهند صبري وتو تو 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 لي كوميديان توانسه اللي مره اخرى لقاو نجاح في العالم الاجمع. فوالا نقول لكم المقابله جمعتين اخرين ان شاء الله ديما من لوس انجلوس وديما مع تونيزيانا من لو سين هوليوود رمزي ملوكي.